بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أود أن أهنئ منتدى أسبار الدولي على هذا الإنجاز الكبير في عدد الحضور والمشاركة في جلساته من جميع أنحاء العالم والمنطقة العربية، فهنيئا لنا جميعا على ذلك. جلستنا اليوم هي جلسة تروي قصة نجاح، قصة نجاح لملتقى أسبار المكون من حوالي 100 مفكر ومثقف استطاعوا بحمد الله أن يشاركوا في حدث دولي مهم جدا، وهو مجموعة التواصل تي 20 التابعة والتي هي جزء من مجموعة من فعاليات وأنشطة مجموعة العشرين. قبل أن نبدأ برواية هذه القصة والحديث عن هذا، دعوني أتحدث قليلا أو عن مجموعة التواصل تي 20. من ضمن الهياكل التي تحتوي عليها مجموعة العشرين هناك مجموعات للتواصل، هي 8 مجموعات، وتعمل هذه المجموعات بشكل مستقل عن الحكومات، تتألف من أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي في مجالات متعددة ذات صلة باهتمامات مجموعة العشرين. وتشمل هذه المجموعات مجموعة الأعمال بي 20، المجتمع المدني سي 20، الاتحادات العمالية لال 20، العلوم، مراكز الفكر، المدن الحضرية، والمرأة والشباب. يصدر من هذه المجموعات بيان رسمي في نهاية اجتماعاتها يرفع لقمة مجموعة العشرين. ما يهمنا في جلستنا هذا اليوم هو مجموعة التواصل تي 20. مجموعة العشرين من خلال هذه المجموعة للتواصل تهدف إلى العمل بمثابة بنك للأفكار لمجموعة العشرين، تقديم توصيات السياسات العامة القائمة على البحوث في إلى المجموعة، تسهيل التفاعل بين مجموعة العشرين ومجتمع هيئات الفكر والدوائر البحثية، والتواصل مع الجمهور على نطاق واسع حول القضايا ذات الأهمية العالمية. هذا بمختصر لمهمة مجموعة التواصل تي 20. أود قبل أن ندخل في تفاصيل مشاركة ملتقى أسبار في هذه المجموعة أن أحيل الكلمة للدكتورة الجازي الشبيكي، وهي طبعا هي عضو في ملتقى أسبار وعميدة مركز الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الملك سعود سابقا. لحسن الحظ في هذه الجلسة جميع المشاركين فيها الذين أرحب بهم جميعا من الزملاء والزميلات الأعضاء في الملتقى. دكتورة جازي، تفضلي تعطينا نبذة عن الملتقى بشكل عام، وكيف تأهل واستطاع أن يكون قادرا على المشاركة في فعاليات التي 20. تفضل دكتورة جازي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا دكتور، يسعدني ويشرفني أن أشارك في منتدى أسبار الدولي في دورته الخامسة، متحدثة في هذه الجلسة عن ملتقى أسبار بصفته منصة فكرية ونوعية ومؤثرة، تمهيدا لما سيتحدث عنه الزملاء والزميلات بالتفصيل عن مشاركة الملتقى في مجموعة الفكر إحدى مجموعات قمة العشرين. لا يخفى على النخب المشاركة والمشاهدة أمثالكم أن مراكز الفكر أضحت في العقود الزمنية الأخيرة مؤشرا من مؤشرات الحضارية وعنوان لمدى تقدم المجتمعات البشرية، وجزء لا يتجزأ من المشهد السياسي والتنموي في العديد من البلدان المتقدمة، ومؤثرا فاعلا في رسم التوجهات والخطط في مختلف المجالات من خلال طرح الرؤى والخيارات المساندة لصناع القرار، انطلاقا من الأهداف التنموية المستدامة المتعلقة بالشراكة مع الحكومات لتحقيق أمثل لتلك الأهداف. في مجتمعاتنا العربية للأسف مراكز التفكير دون المؤمن، كما جاء في العديد من الدراسات والمتابعات في هذا الشأن. يوجد العديد من مراكز البحوث في الجامعات وخارج أسوار الجامعات، لكن مراكز الفكر والتفكير أو think tank كما تعرف عالميا بمواصفاتها المعروفة
قليلة جدا في عالمنا العربي. نأتي لملتقى أسبار، ما الذي جعل ملتقى أسبار مؤهلا للمشاركة في مجموعة الفكر التي 20؟ تعريفا يعني كما تعرفون جميعا، لكن المختصر التعريف لمراكز الفكر أنها تنظيمات أو مؤسسات أو منصات بحثية تهدف إلى توفير البحوث والدراسات المتعلقة بالمجتمع والسياسات العامة والتأثير في القضايا المختلفة التي تهم المجتمع والخروج منها بمقترحات وللتعامل معها وتقديم رؤى لصناع القرار حول تلك القضايا والأزمات والظواهر. ومن سماتها تنظيمها المؤسسي ووجود الخبراء والكوادر الباحثة والمتخصصة، وجود قنوات نشر وتواصل مع المجتمع ومع صناع القرار. فهل هذا ينطبق على ملتقى أسبار؟ في البداية نشأ ملتقى أسبار عام 2015 ميلادية من خلال مركز أسبار للبحوث والدراسات الذي يترأسه سعادة الدكتور فهد العرابي الحارثي. آلية العمل في الملتقى ترتكز على استثمار التواصل التقني عن بعد في طرح قضايا اجتماعية مختلفة تهم المجتمع بشكل عام في إطار التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 وأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، من خلال طرح أوراق علمية رصينة من متخصصين أو خبراء كل أسبوع في مختلف المجالات، ثم التعقيب عليها تعقيبا مكتوبا منظما من عضوين أو أكثر من أعضاء الملتقى، ثم بعد ذلك إتاحة الجميع الفرصة للجميع المشاركة في النقاش والحوار حول موضوع القضية، انتهاء بوضع عدد من التوصيات والمقترحات أو الختامية، ومن ثم تضمين كل 4 قضايا في تقرير شهري يتم نشره في مواقع الملتقى المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها. نأتي الآن إلى رؤية الملتقى. رؤية الملتقى: الريادة في تكوين الآراء وصناعة الأفكار لخدمة قضايا المجتمع والبشرية بشكل عام. رسالة الملتقى: رسالة الملتقى تتركز على تكوين فضاء فكري لمناقشة المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والسياسية والتقنية وغيرها ضمن إطار التوجه التنموي المستدام. أما الأهداف التي يستهدفها الملتقى: أولا، تعميق المعرفة بمستجدات الأحداث وقضايا المجتمع. ثانيا، تعزيز قيم الحوار وتبادل الآراء بين النخب الفكرية والثقافية. ثالثا، إتاحة الرؤى الثقافية والفكرية المتخصصة حول المستجدات وتوفيرها كمادة مرجعية لمن يحتاجها. رابعا، تقديم توصيات علمية وعملية لبعض المشكلات القائمة وتقديم المبادرات بشأنها. يسعدني أيضا يشرفني أن أشارككم في بعض الإحصاءات حول ملتقى أسبار. أصدر الملتقى إلى الآن إلى الوقت الحاضر 67 تقريرا شهريا، تضمن حوالي 270 قضية أسبوعية، وثلاث تقارير سنوية، وأربع تقارير متخصصة لمواضيع تكون هناك مواضيع يعني استأثرت في بالرأي العام، فخصص لها تقارير محددة مثل الانتخابات الأمريكية، جائحة كوفيد 19، الأمن المائي والغذائي للسعودية، انفجار بيروت وأبعاده، فهذه خصص لها تقارير محددة. الآن نأتي إلى أعضاء الملتقى. الملتقى يضم 100 عضو، طبعا يخرج يزيد أو ينقص العدد، لكنه في الغالب حوالي 100 عضو. هؤلاء الأعضاء منهم الآن 92 في الملتقى حاليا، وثمان منهم في يعني تعليق عضوية لظروف يعني انشغال مؤقتة. أيضا هناك ممن يحملون درجة الدكتوراه 70 عضوا من الأعضاء يحملون درجة الدكتوراه، و15 عضوا من حملة درجة الماجستير، و15 عضوا من حملة درجة البكالوريوس. وقد تعاقب على الإشراف على الملتقى 8 هيئات إشرافية. عدد التقارير الشهرية التي أصدرها الملتقى كما أسلفنا 67، ويوجد في الملتقى عدة لجان يعني تنظيمية، هي لجنة قضية الأسبوع، ولجنة التقارير الشهرية والسنوية، لجنة اللقاءات والمحاضرات، لجنة الندوات، ولجنة ضيف الملتقى. هذا باختصار عن ملتقى أسبار وما أحل ملتقى أسبار ليكون باعتزاز مشاركا في مجموعة الفكر في قمة 20، لما يحمله من هذه السمات والمؤهلات التي أهلته وأهلت لقبوله للمشاركة في مجموعة التي 20 في قمة 20. ختاما يعني زملائي وزميلاتي سيذكرون لكم بالتفصيل
آلية تفاصيل مشاركة الملتقى في منتدى في قمة العشرين، لكن لمزيد من المعلومات التفصيلية يمكنكم الرجوع، يعني لمن يريد ذلك يمكنكم الرجوع إلى كتاب الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز البعيز، ملتقى أسبار حوار في الفضاء الافتراضي، وقد تحدث به فيه بتفصيل دراسة تفصيلية عن الملتقى وعن كل ما من نشأته وتفاصيل أكثر يمكنكم الرجوع لها، كما يمكنكم زيارة مواقع الملتقى في مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من المعلومات والبيانات حول ملتقى أسبار. يعني أشعر بالفخر والاعتزاز لكوني يعني عضو في ملتقى أسبار، وكوني أيضا من المشاركين في 20 التابعة لقمة العشرين مع زميلاتي الدكتورة وفاء طيبة كباحثة رئيسية والدكتورة هند خليفة في إحدى الأوراق العمل التي قبلت بحمد الله عن سياسة حوكمة العالم الرقمي للأطفال. وأشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكركم الاستماع، وشكرا لمنتدى أسبار لإتاحة الفرصة لنا للتحدث عن مشاركة ملتقى أسبار في مجموعة التي 20 التابعة لقمة العشرين. شكرا دكتور رياض. شكرا لك دكتورة الجازي على هذه المعلومات عن ملتقى أسبار، وهنيئا لك ولزملائك أيضا في قبول إحدى ملخصات السياسة التي رفعت ضمن التقرير النهائي ل تي 20. الآن يعني سأتحدث لكم بشكل يعني مبسط وسريع كيف تمت مسألة عملية المشاركة هذه. طرحت هذه الفكرة، فكرة مشاركة ملتقى أسبار في أعمال تي 20 في أحد أعضاء في أحد اجتماعات الهيئة الإشرافية للملتقى، وكان الهدف هو الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تفضلت الدكتورة الجازي بالتحدث عنها في هذا الملتقى. فأعد ملف متكامل ورفع لسكرتارية مجموعة العشرين السعودية لطلب تأهيله كأحد مراكز الفكر السعودية التي تشارك في تي 20 السعودية. بحمد الله تم قبول هذا الملف، وكان ملتقى أسبار واحد من خمسة مراكز فكر سعودية قبلت لكي تشارك في أعمال التي 20 من المملكة العربية السعودية، وهي مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسار، مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية، ومنتدى الرياض الاقتصادي، ومركز الخليج للأبحاث. بعد ما قبل الملف الخاص بأسبار تم تشكيل فريق عمل لتنظيم وترتيب هذه المشاركة، وقد شرفت بأن أكون رئيس لهذا الفريق مع زملائي وزميلاتي من أعضاء الملتقى. بدأنا بخمسة أعضاء، ثم تم رفع هذا العدد إلى حوالي 14 عضوا لكي يغطي الطيف الكبير من المواضيع التي تهتم بها مجموعة التي 20. بدأت المشاركات حتى يعني نستطيع أن نشارك ونطلع على مجريات العمل في التي 20، بأن شاركنا وكنت أنا يعني كان لي الشرف أن أشارك نيابة عن ملتقى أسبار في قمة تي 20 اليابان التي عقدت العام الماضي في شهر مايو. وطبعا كان الغرض أن نطلع على هذه التجربة وننقل الخبرات إلى باقي زملائي وزميلاتي في الملتقى لكي نستطيع المشاركة في هذه الأعمال وهذا العمل فيما بعد بما يشرف مملكتنا الحبيبة. بعد طبعا قمة اليابان العام الماضي كان هناك في مجموعة من ورش العمل التي عقدت في المملكة، وشاركنا فيها الفريق، فريق أسبار شارك فيها، إلى أن أتى موعد المؤتمر الاستهلالي لمجموعة تي 20 السعودية الذي عقد في شهر يناير من هذا العام، وكان هو البداية والانطلاق لأعمال تي 20 السعودية.
هذا المؤتمر شارك فيه مجموعة كبيرة من مراكز الفكر العالمية من مختلف أنحاء العالم، حوالي 100 مركز وجامعة ومركز بحثي. وكنتيجة لهذا المؤتمر تم اعتماد مجموعة من فرق العمل التي ستؤدي أعمال التي 20 في السعودية. هذه المجموعات اشتملت التجارة والاستثمار، التغيير المناخي، الاستثمار والتمويل، التماسك الاجتماعي والدولة، مستقبل التعددية والحوكمة العالمية، الاقتصاد والتوظيف والتعليم في العصر الرقمي، ودعم مجموعة العشرين لأهداف التنمية المستدامة والهيكل المالي العالمي والهجرة والمجتمعات الشابة. هذه المواضيع التي يعني اتفق على أن تكون عناوين لفرق العمل قبل أن تحدث الجائحة التي نعلم عنها جميعا في العالم، جائحة كورونا. وبناء على المستجدات التي يعني فرضتها هذه الجائحة، تم تشكيل فريق عمل 11 عن فيروس كورونا المستجد، وسميت للغرض منها كان لمناهج متعددة التخصصات لمواجهة المشاكل المعقدة المتعلقة بكوفيد 19. بحمد الله بسبب يعني الحمد لله أن الملتقى يحتوي على مجموعة مشرفة من الخبرات في كثير من المجالات، ونتيجة لهذه الخبرات وتقديرا لأحد هذه الخبرات المهمة، تم اختيار أحد أعضاء الملتقى وهو الأستاذ نبيل المبارك لكي يرأس فريق العمل الثامن والمتعلق بالهيكل المالي العالمي. فهذه يعني من أحد الإنجازات المهمة للملتقى التي يعني تشرف بأن يشارك بها. وبالإضافة إلى ذلك، مجموعة من ملخصات السياسة التي شارك بها مجموعة الأعضاء في الملتقى سنتحدث عنها فيما بقي في هذه الجلسة. ولكن قبل أن نتحدث عن ملخصات السياسة، دعوني أعطي الكلمة لأخي وزميلي الأستاذ نبيل المبارك لكي يتحدث عن تجربته في قيادة فريق العمل الثامن في مجموعة تي 20 والتحديات التي واجهها، وكيف استطاع باقتدار وبتمكن من قيادتها مثل باقي قرنائي في فرق العمل الأخرى في تي 20. الأستاذ نبيل حاليا غني عن التعريف، وهو حاليا الرئيس التنفيذي لوكالة سما للتصنيف الائتماني. أستاذ نبيل تفضل. شكرا دكتور رياض، وأرحب بالزميلات أيضا معنا سواء في الملتقى أسبار أو في هذا الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بداية دكتور رياض والأخوات والمشاهدين، حقيقة كانت رحلة يعني إذا كان أوجزها اليوم كانت رحلة يعني مفيدة جدا بالنسبة لي على المستوى الشخصي، بالإضافة إلى كوننا يعني نأمل أن كنا ساهمنا بشيء من هذا أو شيء جيد للمجتمع، وأيضا لتبييض وإظهار الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية. إذا كان أعطي موجز عام، طبعا بدأت كما ذكر دكتور رياض أنه المسألة تقريبا من نوفمبر الماضي أو بداية ديسمبر عام 2019 بدأت هذه الاستعدادات بعد اجتماع اليابان، وتشرفت بترشيح لرئاسة فريق الهيكل المالي العالمي. وكما تعرف يعني الشق المالي دائما يعني من أصعب الجزئيات اللي ممكن تناقش، يعني بالذات لما نتكلم على مستوى العالم. طبعا التي 20 نعرف أنه عملية يعني متشابكة جدا من ناحية الأعداد، من ناحية المواضيع، ومن ناحية أيضا إمكانية أو قدرة الإدارة بفصل المواضيع عن بعضها، لأن هناك تشابك غير طبيعي. الحمد لله يعني نجحنا في الوصول إلى عدد معقول من السياسات التي تتناسب مع أهداف فريق العمل، وأيضا تتناسب مع التوجهات اللي رأينا أنها ممكن تكون جيدة للمملكة أنها تقدمها لقادة مجموعة العشرين في نهاية الفترة.
وكان عمل متواصل طول العام يعني بشبه دوام كامل للوصول لأقوى النتائج. والحمد لله يعني انتهينا على أنه تقريبا معظم السياسات التي تم مناقشتها وهي 8 سياسات تم تمنيها من قبل البيان الختامي الذي سوف يرفع على القمة. وكان هذا التحدي حقيقي بالنسبة لي، لأنه يشكل هذا 25% من إجمالي التوصيات التي رفعت في البيان الختامي اللي عددها حوالي 32 توصية. عندما يكون لديك 8 من فريق واحد، أنا أعتقد أنه هذا إنجاز يحسب للجميع. لكن هذا ما كان فقط من قبلي أنا، كان هناك فريق عمل متكامل، كان لدي تقريبا 4 رؤساء فرعيين معنا يعملون من دول مختلفة، من الأرجنتين، من إيطاليا، من اليابان، وأيضا من بلجيكا. كان لدينا سكرتاري حقيقة تعمل طوال العام بشكل متواصل لوصول لأفضل نتائج. كان هناك تقريبا ورش عمل متواصلة مع الرؤساء الفرق وما أيضا مع مؤلف السياسات أو موجز السياسات، تقريبا التقاء شبه شهري مع معظم المؤلفين لهذه السياسات، مناقشتهم، إضافة، حذف، تعديل، تطوير، إلى أن الحمد لله وصلنا للمرحلة هذه. هذا بالموجز دكتور رياض يعني يشرح ما تم تحقيقه حتى الآن، ونسأل الله أن يكون يعني فيه الفائدة للمجتمع. طبعا جت كجائحة كوفيد 19 خلال الربع الأول أو نهاية الربع الأول من عام 2020 أضافت أعباء أخرى على المجموعة، لا من ناحية والسياسات، وحتى أضفنا دراسة أو سياسة مستقلة في هذا الموضوع. كما أؤكد دائما يعني الجائحة ليست كلها شر، كان هناك يعني وأعتقد أنه بدأت تظهر كثير من الفوائد، رغم يعني أنه الجائحة بالتأكيد لها أضرارها السلبية، وخسرنا أرواح، وخسرنا اقتصاديا، والعالم كله ما زال يتضرر من هذه الجائحة، إلا أن هناك يعني الحمد لله نوافذ يدخل منها الضوء في هذا الإطار، سواء من ناحية تفعيل كثير من التقنيات التي كانت إلى حد ما يعني راكدة، أو من خلال أنه كثير من الدول، شفنا قرارات جي 20 في عملية إعفاء كثير من الدول الفقيرة من بعض الديون، وهذا كان مبني على قراءات مسبقة لوضع هذه الدول. أيضا أن رأينا كثير من القرارات السريعة التي اتخذت من قبل وزراء المالية أو المحافظين في عملية تنسيق السياسات المالية والنقدية حول العالم، بالذات خلال فترة الحجر التي عمت معظم دول العالم. فكان يعني هناك تجربة حقيقة أنا أعتبرها ثرية جدا، بالتأكيد نأمل أن لا يعني لا تتكرر هذه الجائحة، ولكن بظروفها الآن نتكلم أنه كان هناك معطيات، في هناك استفادة بشرية على مستوى العالم مما حدث، وأعتقد أنه كثير من الأمور لن تعود كما كانت قبل الجائحة، لأنه في استفادة وفي نوافذ جديدة كانت يعني فتحت عيون كثير من المسؤولين وأيضا حتى المستخدمين، بما فيها طبعا قضايا أخرى غير المالية مثلا التعليم وغيرها. لكن أقول فيما يخص الجانب المالي سوف نتحدث فيما بعد عن السياسات التي تم تبنيها. أعتقد أنه أمامنا خلال السنوات القادمة تحديات كبيرة جدا، لكن أعتقد أيضا فيها فرص كبيرة اقتصاديا، خلق وظائف، فيها فرص لتنسيق أكثر لتطوير كثير من التشريعات الرقابية والإشرافية حول العالم، وهذا إن شاء الله كله يكون في مصلحة الاقتصاد العالمي بشكل عام. شكرا لك أستاذ نبيل، ونحن فخورون بمشاركتك ومساهماتك في أعمال تي 20 وقيادتك لفريق العمل 8 في هذه المجموعة. كما أسلفت، الإنجاز الثاني أو الذي نفخر به لمشاركة أسبار في أعمال وفعاليات مجموعة تي 20 هو ملخصات السياسة التي شارك بها الأعضاء الملتقى. الأعضاء الملتقى تقدموا لسكرتارية تي 20 السعودية ب7 ملخصات سياسة. من هذه السبعة تم بحمد الله قبول 3 منها، واعتمدت وضمنت في التقرير النهائي لمجموعة التواصل تي 20. سنخصص الفترة التالية من هذه الجلسة للحديث عن الثلاث أوراق التي تم اعتمادها،
وإن شاء الله يعني يكون فيها فائدة لنا جميعا. الفرقة الأولى التي اعتمدت كانت لفريق العمل رقم 6، وهذا الفريق المختص بالاقتصاد والتوظيف والتعليم في العصر الرقمي. كان عنوان هذا الملخص للسياسة تدعيم اتفاقية حقوق الطفل حوكمة العالم الرقمي للأطفال. وشارك في إعداد هذا الملخص الدكتورة وفاء طيبة، الدكتورة هند الخليفة، والدكتورة الجازي الشبيكي. الآن أنا أعطي الكلمة لكل من الدكتورة هند الخليفة والدكتورة وفاء طيبة لكي يحدثونا بمزيد من التفصيل عن هذه الورقة، وأترك المجال للزميلتين ليوزعوا الوقت فيما بينهما، والوقت لكم هو في حدود 10 دقائق. تفضلي الدكتورة هند الخليفة إذا تحبي تبدأي. نعم، شكرا للدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أشكر إدارة منتدى أسبار الدولي على إتاحة هذه الفرصة لي بالمشاركة في هذا المنتدى المتميز. أقدر وأثمن المشاركة في هذا المنتدى وفي وضع ملخص سياسة تم الموافقة عليها. كلنا بأمل بأن يكون العمل المشترك الذي قامت به جميع الفرق في مصلحة الإنسان أينما كان. العمل الذي تقدمنا به هو بعنوان تدعيم اتفاقية حقوق الطفل حوكمة العالم الافتراضي. طبعا جميعنا نعلم الفوائد التي لا حصر لها للتقنية الرقمية، وعايشنا هذه الفوائد خلال السنة الماضية، وأيضا الأطفال يستفيدون بشكل كبير من هذه التقنية في التعليم، في الإبداع وغيره. وطبعا التقنية غيرت وجه العالم، ومع تزايد دخول الأطفال في العالم الافتراضي بالطبع يتزايد خطر تغيير وجه الطفولة. لم يكن هناك وقت أكثر سهولة من الوقت الحاضر لوصول المتنمرين والمعتدين والمتاجرين بالبشر إلى الضحايا من الأطفال حول العالم، بالإضافة إلى تزايد المخاطر الألعاب الإلكترونية. التقنية الرقمية جعلت الوصول إلى الأطفال سهل جدا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الألعاب الإلكترونية، كما أنها في نفس الوقت سهلت إخفاء هوية المعتدين، وبالتالي أصبحت المخاطر كبيرة جدا. وقد تكون المخاطر مرتبطة بالمحتوى وبالاتصال، طريقة تواصل الطفل مع جهات تعرضه للخطر، وأيضا بالسلوك أو التصرف الذي يمكن أن يعرضه لمحتوى أو أشخاص خطرين. حماية الأطفال في العالم الافتراضي تواجهها تحديات كبيرة، يمكن أهمها هي الفجوة بين النظرية والتطبيق. طبعا اتفاقية حقوق الطفل هي أكثر اتفاقية دولية وقعت عليها دول العالم، لكن لا يزال، هذا كان في عام 1989، وإلى اليوم لا يزال هناك بونا واسعا أو فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق. فتطبيق ما جاء في البنود لا يزال ضعيف على أرض الواقع. أيضا من التحديات الكبيرة هو تزايد عدد الأطفال المستخدمين للتقنية الرقمية وارتفاع عدد الضحايا منهم عالميا. بين كل 3 مستخدمين للإنترنت طفل عمره أقل من 18. وبالطبع هناك دراسات تؤكد على تزايد أعداد الأطفال الذين يعانون من اضطرابات إدمان الألعاب الإلكترونية، من التنمر، من مخاطر انتهاك الخصوصية، تشويه السمعة إلى آخره، جميعنا نعرفها، لدرجة أنها وصلت إلى تعرض الأطفال إلى العنف، إلى الانتحار في بعض الحالات. مثلا اليونسكو دراستها في عام 2019، وطبعا تزايدت النسبة كثيرا خلال هذا العام،
وضحت بأن نسبة الذين يتعرضون للتنمر خلال الإنترنت بين 10 إلى 40%، وأيضا أن الدراسات كثير من الدراسات أثبتت أن الأطفال الذين يدمنون ألعاب الفيديو هم أكثر عرضة للعنف وأكثر عرضة للمشاكل السلوكية ولانتهاك خصوصيتهم وتعرضهم للإيذاء. من نلاحظ طبعا أن هذا الوضع تزايد بشكل كبير خلال جائحة كورونا، فارتفع يعني الأطفال بشكل عام كانوا معرضين للانتهاكات، حوالي 1 مليون طفل تعرضوا للإيذاء النفسي والجسدي والجنسي خلال هذا العام، خلال 3 أشهر فقط 85 مليون طفل وطفلة في أرجاء العالم كانوا معرضين لهذا النوع من العنف. في دراسة محلية أجريتها مع فريق من الباحثات، وجدنا أن الأطفال من سن السادسة كانوا يستخدمون الإنترنت لمدة 10 ساعات، والأكبر منهم كانت إلى حد 16 ساعة، نومهم كان 4 إلى 5 ساعات. أيضا الدراسات لشركة ويب آي كيو وضحت أو كشفت عن زيادة المشاركات في منتديات الاعتداء الجنسي على الأطفال في شهر واحد ما بين فبراير 2020 إلى نهاية مارس، نجد أنها زادت بنسبة 200%. وأيضا تحليل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا وجد أنه الدردشات عبر الإنترنت الجناة فيها يناقشون فرص جديدة لاستغلال الأطفال أثناء الإغلاق. وطبعا هناك ظروف كثيرة أسهمت في تزايد هذا الخطر خلال جائحة كورونا، يمكن أن يعني نتحدث عنها أكثر فيما بعد. من التحديات طبعا الكبيرة اللي هو الفجوة، الفجوة التقنية بين الأجيال، التكنولوجيا تتطور سريع، الحماية تتطور ببطء، ومهارات الأطفال تساعدهم على سرعة التعلم بالنسبة لمهارات والديهم والمربين، ولذلك يصبح التهديد والخطر وعملية ضبط وتقنين استخدام الأطفال للتقنية محدود جدا أمام هذه الظروف، وتشكل تحدي كبير. أيضا في مايو 2019 صنفت منظمة الصحة العالمية اضطراب إدمان الألعاب الإلكترونية رسميا كمرض طبي، وذلك يعني بناء على النتائج التي حصلت، وكما ذكرت خلال عام 2020 تضاعفت الأرقام. وأيضا الجمعية الأمريكية لعلم النفس ABA اتبعت نفس تصنيف منظمة الصحة العالمية، فهو الآن مرض يعتبر مرض. نأتي إلى السياسة التي طرحناها، ما الذي يمكن أمام هذه التحديات والمخاطر والتغيرات والتطور السريع في التقنية؟ ما الذي يمكن أن نقدمه؟ كيف يمكن أن نحمي الأطفال في العالم الافتراضي أو في عالم التقنية؟ مقترح السياسة الذي تقدمنا فيه هو يهدف إلى بناء نظام فعال لحماية الأطفال في العالم الافتراضي أو العالم الإلكتروني يؤدي إلى حوكمة العالم الافتراضي، وذلك من خلال تبني الأمم المتحدة لتوجه دولي لحماية الأطفال وبناء بروتوكول اختياري جديد لاتفاقية حقوق الطفل من خلال عمل دولي مشترك. فنحن في هذه السياسة ندعو لأن تتبنى الأمم المتحدة من خلال عمل مشترك مع كافة الدول وكافة المؤسسات والجهات المسؤولة عن تغذية العالم الافتراضي للأطفال، تبني بروتوكول جديد يعمل على حماية الأطفال في العالم الإلكتروني، وهذا ما ستتحدث عنه بالتفصيل الدكتورة وفاء. طيب، شكرا دكتورة هند. تفضلي دكتورة وفاء. دكتورة وفاء، ايوه سلام، سوري، الو، تفضلي دكتورة وفاء. مسموع الصوت دكتور؟
مسموع مسموع، تفضلي. طيب، كما ذكرت، بسم الله الرحمن الرحيم، وكما ذكرت الدكتورة هند أن السياسة الأساسية هي التي طالبنا بها هي وضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل، وبالطبع دول قمة العشرين تعتبر دول مفتاحية في هذا المجال، حيث أنها تمتلك المال وتمتلك الأبحاث وأيضا تمتلك محركات البحث. العمل في هذا البروتوكول يجب أن يكون بمشاركة جميع التخصصات، يعني من قانون، من 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 دراسات تربويه، من مجالات مختلفه كثيره. هذه السياسه ايضا نحتاج فيها الى دعم من المنظمات الدوليه مثل ال WHO وال WTO وال OECD وغيرها. ما بتتحرك الشريحه. هذه التوصية، هذه البروتوكول سوف يقدم مبادئ وإرشادات ملزمة للدول التي توقع عليه من أجل حماية الأطفال في العالم الافتراضي، وأيضا يساعد على ضبط ومتابعة أصحاب المصلحة، كل أصحاب المصلحة، أطفال، معلمون، آباء، أمهات، حتى المنتجون لهذه الألعاب والبرامج التي تسيء إلى الأطفال. وأيضا يعني تقدم فهم الحرية بالنسبة للأطفال وللراشدين، فالحرية لها حدود ولها علاقة أيضا بالمخاطر، فمن أجل أن نحافظ على الجوانب الإيجابية يجب أن نضع حدود للحرية، كما أنها سوف تضبط جميع أنواع الإساءة للطفل، ومن ذلك مثلا الإساءة الجنسية والإدمان على الألعاب والقمار عبر الإنترنت، وأيضا حتى المساوئ الجسدية مثل السمنة وضعف البصر وغيره. اقترحنا من أجل هذا البروتوكول إطار نظري له 5 عناصر أساسية. سوف أتقدم يعني بفكرة بسيطة عن كل عنصر، أذكر 3 أو 4 أفكار في كل عنصر حفاظا على الوقت. بالنسبة للعنصر الأول وهو المبادئ العامة، هي طبعا تتفق بشكل عام مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ولا تختلف عنها كثيرا. مثلا أن تكون مصلحة الطفل هي الفضلى في كل قرار نتخذه، يجب أن تكون مصلحة الطفل هي الفضلى، ويجب أن نحترم حق الطفل في أنه يتعلم، أنه يحصل على الترفيه، وأنه يحصل على المعلومات ولكن في جو آمن. هذا البروتوكول أيضا يجب أن يكون مرن وحساس للثقافة، بحيث أنه يحترم الأديان والقيم المجتمعية والثقافية والقوانين المحلية. العمل من خلال هذا البروتوكول يجب أن يكون شامل. هذه الجرائم التي يتعرض لها الأطفال هي جرائم عابرة للقارات، فيجب أن يعني تشترك جميع الدول والمنظمات المختصة في حماية الطفل. بالنسبة لقوانين الحظر والتجريم، في هذا المجال نحتاج أن احنا نعرف ونصنف ونجرم الممارسات السيئة للأطفال في العالم الافتراضي، بحيث أنه كل شخص يسيء إلى طفل يعرف هذه العقوبة التي ستقع عليه، وأيضا نضع قوانين وقواعد لضبط ومحاسبة المنظمات نفسها والهيئات والموردين. يجب أيضا تجريم جمع واستخدام ونشر المعلومات الشخصية للأطفال لغير مصلحة الطفل، وهذا الذي يفعله ما يسمون بالبيدوفيلز، وهم الأشخاص اللي يعتدون على الأطفال. العنصر الثالث وهو قوانين لمنع وقوع الإساءة. في هذا المجال احنا نحتاج الى مجموعة كبيرة من برامج التوعية والإعلام في كل مجال، يعني نحتاج الى توعية بحق الطفل في العالم الافتراضي، وهذه التوعية تكون لجميع اصحاب المصلحة، للطفل، للأم والأب، للمعلمين، حتى القانونيين والبرلمانيين، يجب ان يعني يتثقفوا بمدى خطورة العالم الافتراضي وكيف نستطيع أن نمنع المخاطر قبل حدوثها. أيضا يجب توفير التدريب للمنتجين والمطورين لألعاب الأطفال الإلكترونية، وكذلك رجال الشرطة والإنتربول والعاملين في الهيئات الدولية.
بالنسبة للحماية، الشراكة العالمية ضرورية جدا، لأن نحتاج إلى جميع الأبحاث في هذا المجال وإلى المساندة التكنولوجية، وخصوصا في متابعة الحالات والقبض على المجرمين، لأنه زي ما قلنا أنه هذه جرائم عابرة للقارات ولا تختص أو يعني تتحدد في دولة واحدة. التدعيم المادي والعملي لمنظمات المجتمع المدني، وأيضا في كل بلد يجب تحديد جهة معينة تعتبر مرجعية لكل الجهات الأخرى العاملة في هذا المجال، وتعتبر قناة للتبليغ عن الحالات، ونستفيد منها أيضا بالمعلومات والنصائح. أخيرا في بالنسبة للحماية، يجب تحديد وتوضيح خطوات تقديم البلاغات. الطفل أو المعلم أو الأم يجب أن تكون يعني لديها الخطوات التي تستطيع أن تصل بها إلى هذه الجهة المعينة وتبلغ عن أي إساءة خلال الإنترنت. أخيرا المتابعة والسعي لتحقيق العناصر. هنا لازم نأكد على أنه أي جهة في دولة ما تحملت مسؤولية إنجاز مهمة ما، يجب أن يكون هناك محاسبة دائما. أيضا يجب أن نوفر المرونة في الوثيقة، لأن الإنترنت كما يعني ذكرنا العالم الافتراضي يتطور بسرعة رهيبة، وأثبتت الدراسات أن تطبيق القوانين يأتي بالعكس، يأتي بطيء جدا، وطبعا سرعة الطفل في التعلم زي ما أنتم عارفين. يجب تقديم تقرير دوري من كل الجهات في بلد واحدة، في دولة واحدة، كل الجهات التي تعمل على حماية العالم الافتراضي تقدمها إلى جهة واحدة، ولنقل مثلا في المملكة العربية السعودية هيئة حقوق الإنسان على سبيل المثال. وأيضا تقديم الدول التي توقع على البروتوكول تقرير دوري لمنظمة الأمم المتحدة، كل دولة تقدم للمنظمة ما هي الخطوات والتطور الذي اتبعته هذه الدولة. وأخيرا يجب أن احنا نراجع كل الوثيقة البروتوكول بشكل أيضا دوري، عشان نراجع القوانين والإجراءات بانتظام لتطويرها وتحديثها باستمرار، عشان حماية الأطفال، لأنه زي ما قلنا العالم الافتراضي يتطور بشكل سريع. وشكرا لاستماعكم. شكرا جزيلا دكتورة وفاء، وشكرا لك ولزميلاتك على البحث في هذا الموضوع الهام على مستوى العالم ككل، الذي هم جميعنا كأسر وكأفراد. طبعا الدكتورة وفاء طيبة هي عضو مجلس شورى سابق في الدورة السادسة، ووكيلة الشؤون الأكاديمية للدراسات الإنسانية. أما الدكتورة هند الخليفة فهي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود. شكرا لكم على هذا التقديم دكتورة وفاء دكتورة هند. ننتقل الآن إلى تقديم ملخص السياسة التالي. طبعا دكتورة هند والدكتورة وفاء أخذوا قليلا أكثر من الوقت اللازم، ولكن إن شاء الله يعني سيتم التعويض بتقليل، أرجو من الأستاذة مها يعني أخذ ذلك في الاعتبار. الآن الورقة التالية هي كانت مقدمة لفريق العمل 5، وهو المتعلق بمستقبل التعددية والحوكمة العالمية. عنوان هذه الورقة: نهج شامل لمواجهة التحديات العالمية عن طريق التنسيق. ويشرفني أن أقدم معدة هذا الملخص، ملخص هذه السياسة، الأستاذة مها عقيل، وهي طبعا عضو في ملتقى أسبار، وفي نفس الوقت مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة في منظمة التعاون الإسلامي. أستاذة مها تفضلي، ويا ليت يعني تحصريها في حدود 5 دقائق التقديم. تفضلي أستاذة مها. إن شاء الله. شكرا مع الدكتور رياض. أستاذة مها. So
أستاذة مها، رجعت تفضلي أستاذة. شكرا. هذه مشاكل طيب الورقة الصفحات الافتراضية. تفضلي. نعم نعم تفضلي نسمعك الآن. شكرا. الورقة تتناول التحدي الذي يواجه العديد من المنظمات الدولية من نقص في الموارد وخاصة المالية أو القدرة على تنفيذ عملها أو لأن الموارد المتاحة، كما أن هناك عدد ضخم جدا من الكيانات الدولية يؤدي إلى تداخل الجهود وتشتتها. فبالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، هناك أيضا عدد هائل من المنظمات غير الحكومية الدولية تعمل على نفس القضايا العالمية. فمثلا يقول حسب الكتاب السنوي للمنظمات الدولية الذي نشره اتحاد المنظمات الدولية، هناك أكثر من 38,000 هيئة دولية نشطة مرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتم إضافة ما يقرب من 1,200 منظمة جديدة كل عام. لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمتوقعة، تتخذ المنظمات الدولية والإقليمية استراتيجيات وبرامج لها عناصر مشتركة بينهم، فبالتالي التعاون بين هذه المنظمات عملي ومطلوب. ولكن بسبب الاختلاف في الهياكل المختلفة بين هذه المنظمات، عملية صنع القرار، تفويضات هذه المنظمات، الحاجة إلى الإجماع، تأثير العديد من المنظمات غير الحكومية، وتنوع المصالح بين الدول الأعضاء تجعل هذا التعاون معقد. فتقترح الورقة أن تصبح مجموعة العشرين منصة لمؤسسات مختلفة، بما في ذلك المؤسسات الدولية غير الحكومية والمجتمع المدني، للتعاون بشأن يبدو عندك الشبكة أستاذة مها ضعيفة، شبكة الإنترنت. فهذا يعني من شأنه إنه وضع آلية من خلال مجموعة العشرين من شأنه أن يساعد على تلافي الجهود وتشتتها وضمان استدامة الموارد. توجيهية تضم ممثلين عن المنظمات الدولية بما في ذلك المؤسسات المالية وكذلك الدول الأعضاء في مجموعة العشرين غير الأعضاء في مجموعة العشرين. أحيان محددة مثل الفقر أو تغير المناخ أو الأوبئة وغيرها، وذلك لتوسيع دائرة التشاور والاستفادة من الخبرات المحلية والمؤسسات الإقليمية، وفي نفس الوقت تقنين عملية تخصيص الموارد عبر آليات متابعة وتقييم ومحاسبة منهجية وشفافة. ويكون الدور الرئيسي للجان التوجيهية هو التنسيق والتوجيه الاستراتيجي وإزالة العقبات وتوفير الدعم للقائمين على تنفيذ البرامج والمشاريع. وقدمت الورقة إنشاء لجنة توجيهية لمواجهة جائحة كوفيد-19 كمثال للهيكل وأعضاء اللجنة وهدفها وطريقة عملها. والهدف من الاقتراح أساسه هو تطوير التعاون متعدد الأطراف الذي يبني على القواسم المشتركة بين أصحاب المصلحة والاستفادة من ميزتهم التنافسية في معالجة قضية ما، لا سيما على المستويين الإقليمي والوطني. فبينما نحن نعيش في عالم معولم ونعتمد على بعض ماليا وثقافيا وعلميا، فكل دولة لها مميزاتها ومختلفة عن الأخرى. فعلى سبيل المثال، عندما واجهت منظمة الصحة العالمية صعوبة في إقناع المجتمعات المحلية بالتطعيم ضد شلل الأطفال والوصول إليها في 3 دول إسلامية، حيث لا يزال للأسف شلل الأطفال مستوطنا بسبب معتقدات دينية مضللة حول التطعيم، سعت إلى تعاون منظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم إنشاء المجموعة الاستشارية الإسلامية. علماء الدين وخبراء تقنيين وأكاديميين من العالم الإسلامي،
وتقود الجهود بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية غير حكومية. لذلك أثناء عملية صياغة السياسات والبرامج من قبل المنظمات الدولية، من المهم الانخراط مع المجتمعات التي ستستفيد من السياسات التي يتم وضعها للنظر في الاختلافات الثقافية والاجتماعية والدينية والتنموية. فمن المهم مراعاة القوة الناعمة الفكرية والدبلوماسية في حشد الدعم لأي برنامج. يعني اندلاع فيروس كوفيد جعل قضية التعاون الدولي مهمة جدا، وأظهر الوباء عدم قدرة أي دولة أو منظمة دولية واحدة على التعامل مع الأزمة بمفردها. هناك حاجة إلى آلية للتنسيق والمراقبة بشكل فعال واتخاذ القرار والعمل بسرعة. مجموعة العشرين هي المكان المناسب لتأسيس واستضافة هذه الآلية بسبب حجمها، عدد الدول الأعضاء يجعل عفوا أستاذة مها، أستاذة مها للأسف في هناك إشكال تقني مع في اتصالك، فلو ممكن تتحدثي بشكل سريع جدا ولو دقيقتين تقريبا عن الورقة الأخرى التي يعني شاركت فيها، يعني طبعا هي كانت ورقة مشتركة بينك وبين مجموعة من الباحثين من الورقة الأولى أربع اللي هي دول في تشكيل العالم. لجان. نعم هي كانت عيني الأستاذة مها، احنا 5 مؤلفين وانا واحده منهم، وهو في فريق العمل 11 فيروس كورونا المستجد، مناهج متعدده التخصصات لمواجهه المشاكل المعقده، واسم الورقه التعدديه في اوقات الجوائح العالميه لانه الدروس احنا بدأنا المشتقه. أيوة دكتور، أبدأ في الورقة الثانية. ما أسمعك، ما هل أبدأ في الورقة الثانية؟ نعم أبدأي، بس عفوا لضيق الوقت وأصبح يعني المشكلة التقنية، لو تختصريها في خلال دقيقتين لو تكرمتي. الورقة الثانية يعني تطرق إلى بسبب فيروس كوفيد، إنه أيضا يركز على آلية للتعاون بين المنظمات الدولية. والفكرة إنه طبعا لما بسبب جائحة كوفيد أظهرت إنه المنظمات الدولية المعنية مثلا الأمم المتحدة وخاصة كمان منظمة الصحة العالمية تعرضت لانتقادات كبيرة لسماحها لاعتبارات سياسية بالتدخل في مسؤوليتها في توفير الإنذار المبكر للمجتمع الدولي، وهذا شوه سمعتها وعقد جهودها لتحفيز العمل التعاوني. بالإضافة إلى أن المؤسسات المالية الدولية لم تتمكن من تقديم ما يكفي لدعم الدول الأعضاء فيها، فرغم الجهود لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لتقديم الموارد الكافية، إلا أنها لم تقم بذلك بشكل كافي. طبعا موضوع الإصلاح المؤسسات الدولية من حيث المبدأ يعني هناك إجماع عليه، ولكن دائما يواجه مشاكل خاصة الإرادة السياسية غير موجودة. وهنا يأتي الاقتراح هو أن تكون مجموعة العشرين تكون هي الحافز لتعزيز هذه التغييرات، وتقدم الورقة بعض المقترحات من أجل إصلاح التعاون متعدد الأطراف في إطار الجائحة، لتلعب مرة أخرى كما فعلت في خلال الأزمة المالية في 2008 دورا رئيسيا في استقرار الأسواق الدولية
وتعزيز النهج المتعدد الأطراف لمكافحة الفيروس وإدارة الاقتصاديات والأثار الاجتماعية. من ضمن الاقتراحات إنشاء منسق صحة دولي لتعزيز دور منظمة الصحة العالمية وإمكانياتها. أستاذة مها، خلاص أي خلاص إيش؟ فهو باختصار أستاذة مها عفوا، يبدو في مشكلة تقنية معك، فاعذرينا على أساس دخول الوقت يعني أو قصر الوقت. فشكرا جزيلا لك، وطبعا إن شاء الله وصلت يعني الفكرة الأساسية من الورقة، ونحن فرحون أيضا أنك أنت شاركتي مع باحثين دوليين من مختلف مناطق العالم للمشاركة بملخص السياسة هذه. شكرا جزيلا لك، وشكرا للزملاء جميعا على هذه المشاركة. بقي محور واحد فقط في جلستنا اليوم، وهو مسألة مراكز الفكر وانتشارها في العالم، ولماذا نحن في العالم العربي وفي منطقتنا بشكل عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قليلي المشاركة، وليس لدينا عدد كافي من هذه المراكز. جامعة بنسلفانيا كل سنة تصدر تقرير عن مراكز الفكر في العالم بشكل عام، وتضع لها تقييم وحصر لها كامل. أنا هنا عديت مجموعة ثلاث شرائح لكي يعني نطلع على العدد الموجود في العالم ككل والموجود في منطقتنا. كما تشاهد قارات العالم هناك حوالي 2000 مركز فكر في كل من آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، وأقل قليلا في باقي المناطق. هذه هنا المجموعة، هناك هذه أكثر عدد 10 دول في العالم لديها مراكز فكر: الولايات المتحدة، ثم الهند، الصين، المملكة المتحدة، الأرجنتين، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا. في منطقتنا اللي هي يعني المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذه هي العشر دول التي تتمتع بأعلى عدد من مراكز الفكر، تبدأ بإسرائيل ب69 وتنتهي بالكويت 16. ونلاحظ للأسف أن العدد محدود جدا في منطقتنا، وأنا كان بودي أني أعطي الكلمة لزملائي المشاركين في هذه الجلسة لكي يعني يعطونا بعض من الآراء، لماذا يعني نعاني من هذا النقص، وكيف نستطيع أن نفعل ونزيد من عدد هذه المراكز في منطقتنا. ربما يعني يسمحوا لي زميلاتي أعطي الكلمة للأستاذ نبيل المبارك، بحكم أنه شارك في رئاسة وقيادة فريق العمل 8، لكي يعطينا بشكل مختصر بسيط يعني ما يراه في هذا المجال في خلال دقيقة أو دقيقتين فقط. أستاذ نبيل تفضل. شكرا معالي الدكتور رياض. طبعا فقط عشان اعطي موجز، انت ذكرت كثير من الاحصائيات المهمه، لكن ايضا اؤكد لك انه البنيه التحتيه على الاقل لدينا في المملكه موجوده ولله الحمد، بدليل انه ما تم في التي 20 خلال السنه واحده فقط يعني خلال 12 شهر، الارقام تتحدث انه شارك معنا اكثر من 500 مؤسسه بحثيه حول العالم في هذا التحدي خلال العام رغم ظروف جائحة كورونا. أيضا شارك معنا أكثر من 700 باحث من حول العالم، وأيضا مع باحثين وباحثات سعوديين. لدينا شارك من أكثر من 77 دولة شاركت في هذا المجال. كل هذه الأرقام تؤكد أنه ممكن تغيير هذه البيئة. قد لا يكون في السابق لدينا التركيز على مراكز الفكر مغيبة لسبب أو لآخر، ولكن تجربتنا أعتقد في مجموعة العشرين ورئاسة المجموعة خلال سنة أعتقد أنها يعني سوف تفتح عيون كثيرة
للوصول إلى تفعيل هذه. هناك طبعا مثل مركز أسبار ومركز الملك عبد الله للبحوث وأيضا مركز الملك فيصل، يعني الناس قرأوا هذه التوجهات من فترة طويلة. الآن نأمل أنه خلال السنوات القادمة بناء على ما تم في مجموعة العشرين واكتشاف أهمية وجود مراكز فكر تؤدي الدور المطلوب منها في كل المناحي، في الشق السياسي، الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي، وأيضا مشاركة العالم همومه بقضايا كما شفنا في الأوراق التي قدمتها الدكتورات العزيزات الدكتور هند والدكتور وفا والدكتور والأستاذة مها. كل هذا يدل على أنه لدينا ما نستطيع أن نقدمه، فقط نحتاج إيجاد المؤسسة التي تساعد على تأطير هذا العمل وعمله بشكل مؤسسي وتقديمه للعالم. وأعتقد بإذن الله تعالى متفائل جدا في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذا الموجز أستاذ نبيل، وشكرا لكم لزملائي وزملائي زميلي وزملاتي الذين شاركوا في هذه الجلسة. ونعتذر إذا أطلنا قليلا في هذه الجلسة، كنا بدأنا متأخر قليلا. شكرا لمنتدى أسبار الدولي لمنحنا هذه الفرصة لكي نتحدث عن ما أنجزه منتدى أسبار في أعمال T20 المملكة العربية السعودية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.